السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. نبدأ مشاهدينا الكرام من الملف الأول المتعلق بشركات الطيران العراقية الخاصة والحكومية وأدائها، الذي يطرح دائما علامات استفهام كثيرة تتعلق بالجودة والالتزام بالمعايير الدولية، إذ غالبا ما يشكو المسافرون العراقيون على متن الطائرات التابعة لشركات النقل المحلية من التأخر في مواعيد انطلاق الرحلات ومعاناتهم مع الإهمال الذي تتعرض له أمتعتهم، وأحيانا بعض السرقات التي تحدث لأمتعتهم، بالإضافة إلى معاناتهم عند الوصول مع سيارات الأجرة التي يضطرون لدفع مبالغ مالية من أجل أن يتم إخراجهم من محيط المطار فقط، وطبعا هذا الأمر يكلفهم مصاريف إضافية ليس بمقدور الجميع أن يتحملها، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية لمطارات العراق والتي دخلت ضمن ما يعرف بالمحاصصة الحزبية والميليشياوية الطائفية وفسادها، ما انعكس سلبا على خدمات المطارات في العراق بشكل عام. في هذا السياق اشتكى مسافرون عراقيون من تأخر رحلتهم على متن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في مطار بيروت دون أي معالجة من قبل الجهات المعنية، في مشهد يعكس الواقع المرير الذي تعاني منه خدمات شركات الطيران في العراق في ظل غياب المتابعة والمحاسبة والرقابة الحكومية. لنشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي في بيروت. مشاكل الطائرات العراقية ومشاكل المطارات العراقية وسوء الخدمات التي تقدم من وزارة النقل لا نكتفي فقط بالمقطع الذي ظهر قبل لحظات، ننتقل إلى داخل العراق إلى مطار النجف، إذ أظهر مقطع مصور لحظة إخراج حجاج بيت الله الحرام من طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار النجف بعد أن تعطلت قبل الإقلاع مباشرة. لنشاهد. حجاج الطيارة عطلت ونزلونا مطار النجف، خذوا راحتكم يا أخوي، اندعونا الله يسهلها وتصلح الطيارة، كبيها بنشر بالتاير والله ما أدري، وهسه رجعونا للمطار قالوا ما تمشي هاي الطيارة، رحمة الله على والديك، وهاي الحجاج كلهم جاي ينزلون شوفوهم والطيارة عاطلة يا أخوي. حجاج الطيارة عطلت ونزلونا مطار النجف، خذوا راحتكم يا أخوي، اندعونا الله يسهلها وتصلح الطيارة، كبيها بنشر بالتاير والله ما أدري، وهسه رجعونا للمطار قالوا ما تمشي هاي الطيارة، رحمة الله على والديك، وهاي الحجاج كلهم جاي ينزلون شوفوهم والطيارة عاطلة يا أخوي. الأمر لا ينتهي فقط عند الخطوط الجوية العراقية، ننتقل إلى المصيبة الكبيرة ألا وهي شركة فلاي بغداد. نستمر طبعا مع مشاكل الطيران في العراق والحال الذي وصل إليه بعد عام 2003، حيث تتصاعد شكاوى المسافرين العراقيين من سوء الخدمات وتأخر الرحلات، فضلا عن المشاكل الفنية والأعطال التي تعاني منها الكثير من الطائرات من دون أي محاسبة أو متابعة دورية. وتحدث أحد المسافرين عن بعض المشاكل التي تواجه الكثير من المسافرين على متن الطائرات التابعة لشركة فلاي بغداد سيئة الصيت. لنشاهد. يعني الحمد لله والشكر، طيارة لا شاشة لا ابلكيشن، الطبلة تفتح لك فيلم تفتح لك
يا بغداد ما ندري دو توصلون بعد ترى باص والله باص طيارة شوف لي باب الطوارئ نتابع الآن التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدين الكرام. هناك تعليق لدينا من موفق يقول من سيء إلى أسوأ يوم بعد يوم تثبت فلاي بغداد أنها أسوأ خطوط طيران. خالد السعدي يقول ويقول لك ماكو فساد إداري ومالي وفني ولكم والله بقيادة الأحزاب الحاكمة تخزينا. هناك تعليق لدينا من حميد يقول قبل أيام تعارك الطيار مع المساعد على وجبة الأكل والطائرة كانت قادمة من مدينة مشهد في إيران والطيارين سلموا القيادة للطيار الآلي وكان على متن الطائرة 250 مسافر. هناك تعليق لدينا من سرمد يقول والله أدفع 200 دولار زايد ولا أروح بالطيران العراقي كل مرة هاي حالهم. جمال يقول عند حصول تأخير طويل كهذا على الناقل الجوي تأمين المسافرين بالمبيت والطعام. العراق دولة غنية ويجب أن يكون أسطول طيران المدني التجاري هو الأحدث في المنطقة. هناك تعليق لدينا من صاحب يقول هذه الوزارة حصة بدر ولا راح تصلح أو تصلح أو يتحسن حالها. خلونا نسمع رأي السيد أبو علي من واسط. تفضل يا أبو علي حياك الله. أستاذ الكريم مساء خير لحضرتك ومساء خير لجمهور الرافدين. صراحة يعني إحنا عدنا الخطوط الناقلة الرئيسية بالعراق هي الخطوط الجوية العراقية. نعم. ومنذ تأسيسها ما أنشئ أي خطوط موازية لهذه الخطوط. لكن بالنهاية إجت فلاي بغداد. بالبداية فلاي بغداد ما إجت حتى تساعد تكون رديف للخطوط الجوية العراقية. هي إجت حتى تكون منافس للخطوط الجوية العراقية. وحتى تزيحها وتحتلها هي مكانتها. الآن لو تلاحظ العالم وين تروح يعني الطيران العراقي؟ ترى ما يروح غير الدول المجاورة. ما يروح لأوروبا. ما يروح لشرق آسيا، ما عندها وجهات. والسبب هذا السبب أنه عدم ثقة المطارات بالطيران العراقي لأن أكو الفساد الموجود من وزارة النقل والمواصلات إلى الخطوط نفسها. يعني من الدولة ليست هذه المشكلة فقط، العراق الطيران العراقي ممنوع من دخول أجواء الاتحاد الأوروبي لأن الطائرات العراقية لا تمتلك نظام السلامة المعتمد أوروبيا ولا تعتمد المواصفات العالمية في جودة الطائرات ونظام الطيران والخدمات التي تقدم، وبالتالي العراق منذ سنوات ممنوع من دخول الأجواء الأوروبية. على ماذا يدل هذا المنع أبو علي؟ قلت لك احنا ليش ان الدولة اللي تسمي نفسها اليوم دولة وتحكم ما عندها خطط استراتيجية لتطوير نظامها. نعم. بسبب الفساد الموجود. يعني تخيل دولة تشتري طائرة يجي حتى تركنها لانها عطلانه ما عندها صيانه. تخيل انه من تطير الطائره لا خدمه. يعني هذاك اليوم شفت يعني بصراحه يعني في فيديو مخزي جدا. واحد اوروبي جاي زياره اساس يزور الاهوار وجاي من اربيل الى البصره عن طريق فلاي بغداد. يعني تخيل الوجبه يعني خبز التوست وبيها ورقه خس. يعني لو كان الامر يقتصر على الطعام لكانت هينه، لكن لدي شهادات من مسافرين على متن طيران فلاي بغداد أكدوا، وهذه شهادات يعني من أناس أعرفهم معرفة شخصية، أحدهم تأخرت الرحلة 5 ساعات على الإقلاع، الآخر تأخرت الرحلة 3 ساعات على الإقلاع. لا يوجد إخطار للمسافر، لا يوجد تبليغ لمن يروم الدخول إلى المطار أو الذهاب إلى وجهته قبل وقت. يعني معلوم إذا كانت هناك تأجيل بالرحلة أو عطل معين يتم إبلاغ المسافرين قبل أن يأتوا إلى المطار ويتورطوا بالانتظار الطويل، لكن ما كانت هذه الخدمات موجودة. هناك مشكلة أخرى أن النظام المعتمد في إبلاغ الناس أن الرحلة
قد تأجلت أو تأخرت لسبب ما، تحصل مع ناس وناس لا. يعني هناك من حصل فعلا على رسالة الإخطار من شركة الطيران بأنه الرحلة قد تأجلت، وهناك من لم يحصل على هذه الرسالة. يعني أكو سوء تنظيم وأكو سوء إدارة وأكو فشل في السؤال المهم أبو علي، ليش الدولة العراقية وزارة النقل لا تزال تعتمد على هذه الشركات كبديل أو رديف مثل ما تفضلت للناقل الوطني؟ شهادة من عندي وإجابتي على سؤالك بسبب الفساد الموجود بالبلد، أنه مستحيل أنطيك أنا صفقة إلا أخذ من عندك. هذه الشهادة من عندي أخذها، بس للأسف أنا مو بالبيت حتى أنطيك رقم الخطوط واليوم والتاريخ. بس أتذكرها بلبنان، أنا طلت من بيروت إلى البصرة على الخطوط الجوية العراقية. من وصلت يم الجيت يقول لي الطيارة قبطت وأنا دافع فلوس. قلت لهم أنا يعني أنا عندي موعد ما أقدر بعد أروح، موعدي باكر. تدري وين قعدوني؟ قعدوني مشان المضيفة، والمضيفة جابوا لها كرسي وقعدوها بصف ماكو الأخير مالت الأكل والمطعم قعدوها. يعني تخيل، يعني أنا راكب كية ولا راكب طيارة، شلون الطيارة تغبط؟ أنا أول مرة بحياتي أسمع الطيارة تغبط. وعاني حادث تذكرة وما إلي مكان. وهذا الدليل أنه ماكو اهتمام بالبلد. هم جايين أنا عندي سؤال بلد. لا يزال قائم سيد أبو علي، أنه لماذا الحكومة ووزارة النقل لا تزال تعتمد أو تعطي التصريحات لهذه الشركات لتستمر بعملها في تقديم خدمات سيئة وأسوأ من السيئة للمواطن العراقي؟ يعني مثل ما تفضل أحد الأخوة بالتعليقات، لمن يستطيع يقول أنا أفضل أدفع أزيد من التذكرة العادية في فلاي بغداد في سبيل أحصل على رحلة ضمن الطائرات الأجنبية الأخرى إن كانت عربية أو دولية، بدل من الحصول على خدمات سيئة بمبلغ بسيط ضمن طائرات بلدي. طيب احنا ليش دنعوفهم يشتغلون؟ هذه الدولة ليش تسمح لهؤلاء بالعمل؟ أنا أقول لك ليش. منو ماسك وزارة النقل والمواصلات الخطوط الجوية العراقية؟ أحزاب عراقية. المن تابع هذه الأحزاب؟ هذه تابعة لإيران نكون صراحة. شو يجيبون بالطيران؟ شوف التحميل بالطيران، يعني الطيارة اللي تجي من إيران من تجي للعراق تشيل سلاح ما حد يفتشها. من يجي واحد من سوريا إلى 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 العراق ويجيب سلاح معه ويجيب مخدرات ما حد يفتشها. من أطير آني من أطير من العراق إلى إيران ومع جنطة محملة فلوس ما حد يحاسبني. لو جبنا مستثمرين حقيقيين ويخلون مراقبة ويبحثون عن الجودة، راح هذه كل الأمور تنتهي وتالي ما حد استفاد. نعم طبعا هو معلوم للجميع ولمن لا يعلم، الخطوط الجوية العراقية والمطار مسيطر عليه من قبل ميليشيا بدر، والعصائب دخلت على الخط. صراع ما بين هذه الميليشيات والأحزاب التي أسستها هذه الميليشيات في سبيل الحصول على المغانم. الخطوط الجوية والناقل الوطني والمطار بشكل عام هو يدر الذهب على من يمسك بزمامه، وبالتالي المطار مقسم. يعني مصادر من داخل المطار، الجزء الذي لا يزال تحت سلطة الحكومة بشكل رسمي ولم يخضع للخصخصة هي بعض الجوانب فقط والأجزاء من شركة الخطوط الجوية العراقية. البقية تقسمت، راحت إلى بدر وذهبت إلى العصائب، ويمكن حزب الله هم لهم حصة ونصيب. وتدمرت سمعة الخطوط الجوية العراقية والناقل الوطني ومطارات العراق بشكل عام بسبب الفساد وسوء الإدارة. أي تعليق سريع آخر أبو علي؟ اللي أقوله أنه إحنا هذا البلد البلد نفسه ما راح تتطور وراح تشوف الخير، ولا هذا التهزيق اللي جاي يصير اليوم ما راح يتطور. لكن هل نسأل هل المواطن يقدر أن يسكت على هذه الأمور والبلد تمشي للهاوية؟ ما أعتقد. لكن الجهود الخيرين أمثال حضرتكم اللي توصل الأصوات الحقيقية لمسامع من يريد أن يسمع، إن شاء الله العراق يتجه للخير بإذن الله. شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط، أشكر حضرتك للمشاركة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، والمتعلق برداءة النظام الصحي في العراق. إذ نقل ناشط من محافظة البصرة معاناة أحد المرضى من أصحاب الأمراض المستعصية، وهو يناشد الجهات المختصة لإكمال إجراءات السفر للعلاج خارج البلد في ظل الروتين والتعقيد المتبع داخل الدوائر الحكومية في العراق ولا سيما الصحية، مما فاقم من معاناة الكثير من المرضى وتسبب بتأخر حصولهم
على العلاج. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. صار لك سنة معاملتك تملت. تملت. ما رجديك. ما تمشي، تقدر تقوم تمشي بالله؟ ما تقدر تقوم. شو تريد؟ أريد بس يسفروني بتاكلوا. المعاملة مكملة. خوش. وأنا حاطي كلش سهلة، ما أراد الأشياء، أعصابه وأشطر. خوش. ما تحب كل خبر لا يراسلون ولا ما يشوفون أي وضعي. خوش. بس المعاملة كاملة. بس السفر وينه؟ حياكم الله عسى المشاهدين، عندنا ناس بالبصرة جاي تموت يومياً موت بطيء تحت أنظار الحكومة المحلية. ناشدنا مراراً وتكراراً وحكينا ولكن استجابة ماكو. ناهيك عن أطفال القلب، زراعة القلب اللي كانوا يتعالجون برا العراق على نفقة المحافظة. صار أشهر، سنة، ست أشهر، ثمان أشهر هذا المشروع وقف. أمواله وين؟ ما أدري. حق الرد مكفول، بإمكانكم تجاوبونا ليش متعطل السفر لغرض العلاج وناسنا جاي تعاني. هذا واحد من مئات وعشرات بالبصرة. تعال زميلي المصور. صار لك سنة معاملتك تملت. تملت. مر جديد. ما تمشي، تقدر تقوم تمشي بالله؟ ما تقدر تقوم. شو تريد؟ أريد بس يسفروني بتاكلوا. المعاملة مكملة. خوش. وأنا حاطي كلش سهلة، ما أراد الأشياء، أعصابه وأشطر. خوش. ما تحب كل خبر لا يراسلون ولا ما يشوفون أي وضعي. خوش. بس المعاملة كاملة. بس السفر وينه؟ زمن مجلس محافظة السابق كان السفر موجود، طلع ذاك مجلس المحافظة السابق ورجع النائب الثاني ذرغام الجوادي كان اكو سفر. هسه ليش متوقف السفر؟ من قبل الانتخابات لغايه الان. مو قبل الانتخابات وقف وقبلها. قضيتوها ماكو موازنه ماكو اموال، وين تروح اموال المنافع؟ البترودولار، تنميه الاقاليم، ناسنا تريد الطيب. ان حق بالبصره، البصره متفضله على العراق، البصره متفضله على العالم، عندنا موانئ، عندنا منافع، عندنا منافع. وين جاي تروح اموالنا؟ وناسنا مقرمه، ناسنا قلوبها واقفه، يحتاج الى شرح قلب. سيد رئيس لجنه الصحه في مجلس المحافظه، السيد رئيس مجلس المحافظه، صوتوا ونقذوا الناس، هذه ارواح. هذا زين معوق، غير اطفال يحتاج لهم زراعه قلب. ما معقوله ناسنا جاي تعاني وانتم عندكم علم وسبق وانا ابلغناكم. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ اشتكى ناشط في محافظة النجف من الإهمال الحكومي للمراكز الصحية في المحافظة، وأكد تراكم النفايات وانتشار الكلاب الضالة بالقرب من المراكز التي يفترض أن تكون مكانا صحيا ونظيفا لتلقي العلاج. دعونا نستمع. المراكز الصحية في النجف الأشرف وبالأخص منطقة حي الميلاد، هذا المركز اللي هو دائرة صحة النجف، مركز صحي الفاول الرعاية الصحية، يرحب بكم. لكن يرحب بكم بمن؟ بالسفايل والنفايات والقذارة اللي متكومة. شاربكم أسألكم بس سؤال وضميركم، بالله عليكم أكو مركز صحي يتواجد ويا هاي النفايات وهاي المزابين؟ احنا وين؟ احنا وين عايشين؟ وهاي بلد أمير المؤمنين تدعون بيها، هاي بلد العلم والعلماء، هاي بلدكم. شوف المزابين يوم مركز صحي، عضو مجلس محافظة وينن؟ المسؤول على الخدمات وعلى البلدية وينن؟ ها هي بس استلمت المناصب والكراسي وكل من اخذ مالاته وقعد وسكت. احنا من البدايه قلنا لكم ترى هذه الا حقيبه زائده، وقلنا للناس وللعالم بان هذول اجوا من اجل مصالحهم الشخصيه لا اكثر ولا اقل. خلي ينظر اليوم العالم حقيقه النجف شلون عايشه. هاي احد المراكز اللي متكومه النفايات والمزابل بصف المراكز الصحيه والمستشفيات. وين راح نوصل بعد؟ هاي حقيقه الحكم اللي صار له اكثر من 20 سنه على رأس الأطار وغير الأطار الفاسد. طيب، نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. محمد عبد الرزاق يقول: المفروض من الدولة أي مرض يكون إلى اهتمام وصرف من أموال الدولة، الفشل الكلوي، السرطان وغيرها من الأمراض. هناك تعليق لدينا من قحطان الغريري يقول: والله واقع مرير في عموم البلد، وهذا واجب الدولة وحقوق ابن البلد على بلده، لكن الشكوى لله.
حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك تعليق لدينا من ناصر يقول: الوضع الصحي بالبصرة كارثي مع الأسف. تعليق آخر من علي الشريفي يقول: الصحة معدومة تماما. أيضا ضمن التعليقات رياض أبو أمين يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أولاد المسؤولين تمرضوا هم يكون هذا حالهم؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. هناك تعليق أخير من أم رعد التي تقول: اللي يسمع تصريحات المسؤولين يقول العراق من الدول المتقدمة، إلى متى نبقى بلا مسؤولية؟ كل الشعب فاقد الثقة بين وبين المسؤولين بسبب الكلام المزوق المملوء بالكذب. ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا في هذه الفقرة، إلى ملف الطرق والجسور. إذ رصد مواطنون عراقيون سقوط جسر المشات مقابل محكمة استئناف البصرة في شارع بغداد، لنشاهد. هذا جسر المحكمة استوى طاح. شو سبب طاح المحكمة؟ قد يسأل البعض: كيف سقط هذا الجسر؟ دعونا نريكم كيف سقط هذا الجسر. رصدت كاميرا مراقبة لحظة اصطدام شاحنة بجسر المشات في شارع بغداد قرب المحكمة في البصرة، مما أدى إلى سقوط هذا الجسر في ظل الفوضى وسوء تنفيذ المشاريع في محافظة البصرة، لنشاهد. الارتفاع والمواصفات والقياسات الهندسية هي المشكلة التي أدت إلى سقوط هذا الجسر. نبقى مع نفس الموضوع في محافظة البصرة. حذر مواطن من إنشاء جسر المشات في شارع بغداد الذي انهار كما لاحظتم وتابعتم في المقطع بسبب اصطدام شاحنة، وكان قد أكد أن هذا الجسر تعرض لاصطدام سابق ولم يتم ترميمه، لنشاهد. السلام عليكم، تريد تعرف لي جسر المشات شارع الميثاق طاح؟ أنا أقول لك، أنا بخدمتك. قبل 8 أشهر ناشدت هذا المقطع، شوفه. السلام عليكم، مناشدة إنسانية إلى من يهمه الأمر وإلى الطرق والجسور. جسر مشات شارع الميثاق ضاربته تريلة مفلشة، الهنجلاين الجوة ماله كله بحيث خالع الحديد كله. لا تجي سيارة مثل ذيك الارتفاع مالتها اللي ضربت هذا وسبب مشكلة للناس اللي ماغه. الله يوفقكم إن شاء الله. يا الله الجسر كله شال مشلوع، رحم الله والديكم. ولذلك أشوف البيت شلون طايح هسه شارع الميثاق. الله يوفقكم. يعني تريلا إذا حملة حمل عالي تاخذ وياها، رحم الله والديكم. الله يوفقكم. الله يحفظ ناس أرواح بشر. متفلش كله الجسر، جسر مشات. وحكيت وقلت يابا جسر مشات شارع الميثاق، الهنجلاين مالته هاي القوية، الأسفل الجسر ساقطة، ضربتها سيارة. لا تجي سيارة مثل ما ضربت هاي وتطيح الجسر،
بس ما حد شافها. امس كل حكومه البصره شافت الجسر، بس من حجيت وقلت ابويا الجسر يريد يطيح يا معودين، جسر شارع الميثاق قبل 8 اشهر بالشتاء ناشدت، وهذا المقطع موجود، ما حد حكى ولا حد قال. بس امس لا، صلوات على محمد وعلى محمد حكومه البصره كلها، هذا يقول رافع الكيله، هذا يقول لا ابوي لا رافع كيله، واكو تصوير وما لي رضا انا بالسايق اكره ما احبه، بس كلمه الحق تقال. حكيت وقلت ابوي جسر شارع الميثاق اذا ما يصلح ويتعالج هاي نتيجتها، وهسه هي هاي نتيجتها. والله تبصوركم. طيب نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام. هناك تعليق لدينا من هاشم يقول: يبدو أن هذا الجسر هو جسر كارتوني خاص لتعليق دعايات وبوسترات الأحزاب الفاسدة والفاشلة، مو مهم أرواح الناس. هناك تعليق لدينا من أبو كرار يقول: بعد ارتطام سيارة بأحد جوانبه سقوط جسر المشات في شارع بغداد قرب محكمة استئناف البصرة، هو واحد من مجموعة 13 جسرا تم إنشاؤها عام 2014 بصورة رديئة، وتم استخدامها بعد إتمامها للإعلانات بدلا من عبور المواطنين بسبب صناعاتها التقليدية ورداءتها. يجب على الحكومة المحلية رفع ما تبقى من الجسور هذه حفاظا على سلامة المواطنين، لأن قواعد أساساتها متهالكة، وإبدالها بأنفاق أو جسور مطابقة للمواصفات. هناك تعليق من شمس العراقي يقول: هاي جسور المشات أغلبها والتي سوتها الحكومات المحلية السابقة مهجورة، ولم نشاهد أحدا استخدمها للعبور. عبد الحميد يقول: ما حد مستفاد من هذا الجسر غير المحافظ يعلق عليه لافتات. هناك تعليق آخر لدينا من كاظم يقول: شنو من جسر هذا اللي سيارة الطيحة، مشاريع زرق ورق. وآخر تعليق لدينا من محمد بيروتي يقول: هذا سببه غياب القانون، لأن أغلب سواق التريلات وسيارات الحمل أطفال، صوت الدولة دولة الرشاوي. نسمع رأي السيد أبو حسن من بغداد. تفضل يا أبو حسن، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتك ولكادر قناة الرافدين المحترمة. حياك الله، أهلا وسهلا. الله يسلمك أستاذ محمد، أخوي العزيز، أنا أحبك وأحترمك وأنا من متابعيكم يوميا. نعتز بك، الله يبارك بك. الله يحفظك. فالانتقادات ويدورون مشاريع ويدورون طرق ويدورون نعم. جسور ويدورون نعم. الشعب العراقي ما اكتفى من 2003 لغاية اليوم صار 21 سنة حاشا الحضور والسامعين، حكومة زبالة جابها الاحتلال الأمريكي والإيراني جابوهم سلطوهم على رقاب العراقيين. نعم. فأنا أتعجب على الشعب العراقي ليش ساكت من ذاك اليوم لها اليوم، بس يدورون خدمات ويدورون تعيينات. فأقول لهم يا شعب العراقي عيب عليكم، خزي واستهوا، استهوا شوية على شربكم، كلكم العراق مليان شيب وشباب، انتظروا انتفاضة واحدة وللخلاص وللخلاص. طيب أريد أسألك أبو حسن، شنو برأيك نعم. رغم خروج مظاهرات ومظاهرات مليونية طالبت بإسقاط النظام وتغيير العملية السياسية، إن كانت في تشرين مؤخرا، إن كانت التظاهرات التي حدثت في المحافظات المنتفضة الأنبار وصلاح الدين وديالة ونينوى والتأميم وبغداد، مع هذا التي قوبلت بالحديد والنار، شنو برأيك اللي الآن في هذه الأوقات اللي الوضع بالعراق دي يزداد سوء ومعاناة الناس تزداد، شنو اللي يمنعهم من الخروج؟ ما السبب برأيك؟ نعم، يعني هي أسباب هواية. يعني الشعب العراقي مع احترامي للتظاهرات السابقة، أكو من طلع خرج وتظاهر، وأكو من نايمين بالبيوت، ثلاثة أرباع الشعب العراقي فهم نايمين بالبيوت. زين؟ فالشعب العراقي لازم يطلع يخرج خرجة واحدة والخلاص من هذه الطغمة الفاسدة. هاي الحكومة
هذا حسن حضور الزباله. طيب اريد اسالك ابو حسن، يعني حتى البعض البعض ممكن يرد ويقول بانه هذا كلام ظالم مجحف مبالغ به. السودان اليوم يقود مشاريع خدميه، مشاريع تنمويه. السوداني البعض يصفه رجل المرحله وحكومه الخدمات. هل تعتقد بانه ما يجري الان في العراق هي خدمات حقيقيه؟ هل ما يخرج عن السوداني هو شيء مختلف وجديد بالنسبه للعراق والعراقيين؟ هل هناك شيء إيجابي لمس المواطن؟ لا، ماكو إيجابيات على الإطلاق. أنا في بغداد. نعم. أنا في بغداد. نعم. وعندي سيارة يعني شال نفسها مثل ما يقولون. نعم. أقسم لك بالله العظيم شوارع بغداد والمحافظات كلها مسترها. ها؟ نعم. ما تقدر تنمر على نمرة ثلاثة. ما تقدر من الطشات والحفر بالشوارع. نعم. هاي السيارات العالم جديدة وقديمة كلها تروح للتصليح. طيب يعني أنت برأيك، يعني برأيك ما يقوم به السوداني هي مشاريع. نعم. ترقيعية، مجرد مشاريع وهمية لتهدئة شريحة من العراقيين الغاضبين، محاولة. نعم. محاولة إيصال. أي. فكرة أنه أنا مختلف عن من سبقني من الحكومات. نعم نعم نعم، هو يعني نقول ترقيعية ونقول يعني شلون نقول على مزاجه هو. فريد يرضي الشعب العراقي بأنه هو أحسن من اللي سبقه. لا بل هو حسن الحضور هو أطقع من عندهم. لأنه السؤال اللي أريد أسأل حضرتك وأخذ منك جواب يمكن يرد على من يعتقد أو توهم بأنه السوداني مختلف عن من سبقه. هو من الذي جاء بالسوداني لحكم العراق؟ نعم نعم، جابوه لطار التنسيق جماعة الدور المالكي. نعم. جابوه على مرامهم، فهو واحد من عندهم. نعم. ماكو أي اختلاف، أي اختلاف ماكو. يعني السوداني السوداني لم يأتي باختيار الشعب العراقي، لم يأتي بتصويت المجتمع العراقي. ماكو. من أجل أن يصبح هو رئيس الوزراء. لا ماكو الشعب. نعم. العراقي ماكو. نعم. ما انتخبوه ولا حد جابوه الأحزاب، وبالذات بالدرجة الأولى هو التنسيق جابه. أنا أشكرك شكرا. نعم، شكرا جزيلا سيد أبو حسن من بغداد، أشكر حضرتك للمشاركة. ذكر سابقا ودائما ما نقول ودائما ما نطرح ويتداخل معنا الأخوة المتصلون ويؤكدون المؤكد، أن السوداني مهما مثل في وسائل الإعلام، مهما حاول أن يستعرض المنجزات التي يصفها كثيرون بالوهمية والترقيعية، هو لن يخرج من إطار معين وضع له من قبل الإطار التنسيقي. مثل ضمن هذه الحدود، افرض عضلاتك واستعرض على العالم ضمن هذا النطاق، لا تخرج. وإلا السؤال الذي يطرح الآن، ماذا عن العفو العام؟ لماذا لم يقر رغم أنه كان ضمن الورقة التي قدمها محمد الشيع السوداني كبرنامج حكومي في البرلمان؟ ماذا عن حصر السلاح بيد الدولة؟ هذه من أهم الملفات التي تؤرق العراقيين اليوم، ودائما ما تطرح الأسئلة. ماذا عن سحب السلاح من الميليشيات؟ ماذا عن فرض قوة القانون وقوة البلد بدل قوة العشيرة وقوة الميليشيا؟ إذا كنت تتحدث عن تعبيد شوارع دون أن تهتم بالبنية التحتية، وتتحدث عن توسع الطرق وغيرها، العراقيون يريدون ما هو أهم، يريدون عدالة اجتماعية، حرية رأي وتعبير، يريدون وضعا اقتصاديا يناسب هذا البلد الغني، يريدون أمنا وأمانا واستقرارا سياسيا وأمنيا. هل وفر السوداني هذه الأمور؟ هل يستطيع أصلا أن يحقق هذه المتطلبات المجتمعية التي يطالب بها جميع العراقيين بلا استثناء؟ الجميع يبحث عن الأمان، الجميع يبحث عن الاستقرار المادي والنفسي والمعنوي. هل توفرت؟ بعد مضي أكثر من عام ونصف على حكومة السوداني لم تتوفر. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام، إلى الموضوع الرابع المتعلق بالثروة السمكية العراقية وتأثرها نتيجة عوامل كثيرة، منها الجفاف، منها سوء إدارة هذا الملف المهم والخطير. إذ رصد مواطنون عراقيون نفوق الأسماك في أحد أنهار قضاء القرنة شمال البصرة بسبب إلقاء مياه المجاري الثقيلة مباشرة في النهر دون أن تتم معالجتها. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي جاءت من القرنة في البصرة. اليوم بسبب ضخ المجاري المياه الآسنة على النهر
نهر مع الخيط هاي البارحة ضخوا بيها مياه، يعني هسه شون ذا بيلا سم السمك هذا السمك. هاي السمك كله مات. مستمرون مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر إلى محافظة المثنى، إذ اشتكى مواطنون من غلاء أسعار الأسماك في المحافظة بسبب غياب الدعم الحكومي وإهمال الثروة السمكية، خصوصا بعد حملات نفذتها جهات حكومية لطمر بحيرات الأسماك بذريعة التجاوز من دون توفير أي بدائل مناسبة لأصحابها، وسط اتهامات وجهها مراقبون بتعمد إلحاق الضرر بالثروة السمكية المحلية من أجل فتح أبواب الاستيراد أمام إيران وغير إيران لإغراق السوق المحلية بالمنتجات الإيرانية. دعونا نشاهد. 4000 5000 هسه بتسعة وبعشر كيلو، يعني السمك كلش غالي والعالم ما عندها، يعني تيجي تعامل وتروح، كان بثلاثة بعشرة باربعة آلاف العالم تسوى خير من الله، هسه ماكو قطع رزقنا، يعني للبحيرات سدوا البحيرات قسم ماكو، يعني صعد الكيلو بعشرة آلاف دينار، يا ليش تشتري بعشرة آلاف؟ السمك هو مو صناعة، السمك مو صناعة، السمك إذا كان متواجد يرخص، ما متواجد ما يرخص. أكو بحيرات طموها، البحيرات قلت، البحيرات قلت. إحنا منين هسه سبشتنا؟ سبب الارتفاع هو ردم بحيرات. كانت بحيرات الموجودة بالعراق أكثر من 3000 4000 بحيرة. هسه الموجودة 300 400 بحيرة، 400 ما يكفي للعراق كله. هذا سبب الصعود، وسبب صعود الأعلاف. نتابع الآن مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. حسين يقول: بحيرات بيد المتنفذين من الأحزاب، سيطروا على كل مفاصل الحياة، ولحم الغنم أصبح سعر اليوم 25000. هناك تعليق من أبو حسام يقول: هذا اللي أمر بغلق البحيرات لعدش قد عميل ومدفوع الثمن اللي سويته، شنو من غلقت البحيرات الحل وينه؟ غير عندك لازم خطة بديلة من غلقة البحيرات، غير توفر بديل للسوق حتى ما يتأثر السعر ويأثر على الناس، والحل شنو؟ علي يقول: بتاريخ العراق ما صار كيلو السمك ب9000 بالعلوة جملة، هاي الفيضانات الماي ليش ما خليتوا للعالم، ليش ما خليتوا العالم تزرع سمك بحيرات؟ يقصد احنا اهل الحضارة، احنا اهل الخير، ليش هاي الثروة الحيوانية اللي عدمتوها؟ ليش وزارة الزراعة ما تستورد سمك أو تستورد سمك إيراني؟ زين يقول: الثروة الحيوانية والزراعة كلها انتهت بالعراق. هناك تعليق من سعد يقول: بدل ما يدعمون أصحاب البحيرات راحوا طموا البحيرات، مو اقتصاد بلد هذا. وآخر تعليق لدينا مع هذا الموضوع من أحمد عماد يقول: القضية تحتاج خطوات، أولها غياب الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات، عدم توفير أعلاف أدوية، وعدم إعطاء. طبعا أحمد أخطأ في التعبير، القضية تحتاج إلى خطوات لحلها. يقول المشاكل، يتحدث الآن عن المشاكل، يقول غياب الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات، عدم توفير أعلاف أدوية، عدم إعطاء مساحات لإنشاء البحيرات على أضعف تقدير، الاعتماد على المياه الجوفية في الصحاري. يقول أيضا الآن من المشاكل أو أعتقد يطرح الحلول، يقول ثانيا فتح باب الاستيراد المحدود مع عدم إغراق الأسواق بالأسماك المستوردة كونها تضر بالمنتوج المحلي. تحدث عن المشكلة وذكر بابا من أبواب حلها، وهو يعني تقليل الاستيراد، الاعتماد على المنتج الوطني، دعم المنتج الوطني، محاولة تنمية الثروة السمكية العراقية، خاصة نحن بلد النهرين، يجب أن يتم الاهتمام بالثروة السمكية العراقية وإلا ستنقرض. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على المزارات والقبور الوهمية التي غزت العراق بعد عام 2003، لا سيما في المحافظات الجنوبية، بهدف استغلال البسطاء لأغراض تجارية وسياسية. دعونا نشاهد. من جاي تطلع رحتوا على البناها، تعال عمي هذا الامام بيضباره بأوليات يردقون حاسبه يطلع علمه. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.